يوم جديد في المهرة، وإشراقة الشمس تتلألأ على شواطئ المسيلة في هذه المحافظة الرائعة والجميلة. نشق عباب البحر ونقتحم أمواجه في بداية هذه الرحلة مع الصياد الرائع أخي غنيم. غنيم السيفي. غنيم السيفي، بسم الله مجريها وبسم الله مرساها، توكلنا على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. توكلنا على الله. أخي غنيم، كصياد، رحلة الصياد متى تبدأ؟ كيف تنتهي؟ كيف بتكون؟ رحلة الصياد نصلي الفجر في الجامع ونطلع على البحر. ومن صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله. الحمد لله. الحمد لله. وتوكلنا على الله. الحمد لله. في البحر. ونزرع في البحر، أحياناً العمل يتطلب للساعة 7-8 ونطلع زي هذه القراقير الصخاوي اللي بالقارب تشوفها. عندك. أيوه. زي هذه. نروح للساعة 8-9 نرجع. هذا حبار، هذه نحطها على الشواطئ. تمام. ترجع لها في يومها. ويوم الثاني نرجع لها. حط لك 30-40 من هذه الصخاوي. وفي بعض عمل الشباك هذا يتطلب يعني لحدود ساعة 10-10:30 تنزل. وفي بعض الأوقات هذه العمل نروح له من بعد صلاة العصر بالبحر ونجي الصباح يوم الثاني. هذه تصبية. أيوة. نسميها. نشلنا 10 شباك من هذه ونسرع. الصباح نجيب المقزوم. وسبحان الله ما في المقزوم تأخذه. نعم. ويعني احنا ديننا يأمرنا ان نرضى بما قسم الله لنا وقدره لنا. نعم نعم الحمد لله. طيب اخي غنيم، غالبا كم عدد الصيادين اللي بتخرجوا على الزورق؟ الزورق هيا يعني من الخمسة او اربعة الى حد اثنين. ما يتجاوز الخمسة. بعض بيتجاوز الخمسة اذا دارب كبير عندك، عند اثنين محركات وتروح الى بعيد تطلب الى 6 اشخاص. اصحاب التمد. ايوه اصحاب التمد هذه واصحاب الغربة. لكن الاعمال البسيطة هذه كما صيادة أحيانا صيادة الحبار القارب يطلب زي هذه المجموعة. تخرجوا للصيد يوميا ولا؟ يوميا يعني لا، في أوقات للصيد في أوقات للقرش. اسمه القرش هذا اللخم. أيوه. اللخم هذا اسمه القرش. هذا كما هذه الشباك نحطها للقرش نروح للصباح ونرجع الساعة 7-8-9-10 نرجع. متى تمتنعوا عن النزول للبحر؟ ما تنزلوش؟ نزول البحر. أيوه. مع وقت الضربات يعني لما يكون هواء رياح شديدة. أو البحر يكون موج، أو يكون البحر أحياناً مرة ما فيش أي رزق. وغالباً هذا يكون هل له فصول معينة أو أشهر معينة ولا؟ والله فصول في بداية الخريف هذه، زي ما تعود المدار يعني يقول لك المدار تغير والأجواء تتغير أحياناً من شهر إلى شهر، في ضربة في إعصار في ضربة. شدة. والآن الحمد لله في أصحاب الإرصاد وفروا لنا تحذيرات. كان أول نطلع صياد نروح البحر هذا يكون هادي. تغير. يقول لك الهدوء يسبق العاصفة. يكون هادي البحر. عندما اكون بعرض البحر تبدا العاصفه. طيب ونحن وياها لما نخرج البر. احنا الان متجهين نرمي الشباك مع بعض يعني. أيوة. بس احنا ما نستطيع نواصل معك حتى الانتهاء من الصيد يعني، بس احنا المطلوب انه نرمي الشباك ونجرب مع بعض نطلعها يعني. فممكن نسوي العمليه هذه ان شاء الله. ان شاء الله نسويها. تمام. جميل العملية جدا. العمليه ان شاء الله وتشوفوا كيف لما نرمي الشباك. حلو. كيف لما نطلع الشباك. حلو. وتشوفوا كيف عمل الصياد؟ بداية مرة الصياد يعني. كيف عمل الصياد وكيف الصياد عمله؟ هذا في عمل وفي أعمال كثيرة وفي مهارات كثيرة للصياد. سائل الصياد تختلف. طيب المبتدأ الآن اللي يشتي يتعلم يصطاد، كم يأخذ وقت معاكم لو ما يتعلم؟ والله يطلع كبحري، نحن نقول له بحري معك. أيوه. أنا أطلعك أنت كبحري معي، اشتغل معي زي العامل أو عامل، لكن بالبحر نقول له بحري.
نعم اشتغل بحري لمدة يعني شهرين ثلاثة شهور وأحيانا يكمل سنة معك. السنة الثانية إذا كان استقوى خذ له قارب وخذ له مكينة قارب خاص. طيب البحري هذا اللي يخرج معك كيف يكون حسابه أجرته كيف؟ بالسهم. نحن نجيب المبلغ تمام بعد ما يجي المبلغ وخري من يعني تبيع والصيد اللي اصطدتوه؟ أيوه يعني مدة أسبوع تمام آخر الأسبوع نجي مع المبلغ نخري منه مصاريف القارب زي الوقود زي السحق سيارة تطلع وتنزل زي مصاريفها الصافي نقسمه القارب والمكينة بسهم بسهم واحد والأعداد الأفراد من سهم من سهم سهم لكل واحد سهم. ما شاء الله يعني تساوي كلكم متساوين متساويين يعني. القارب والمكينة حقي هذا خذ له سهم بس ما شاء الله وأنا سهم والأعمال اللي معي العدل هو الأساس أيوه هذا تعدلوا في القسمة وربي إن شاء الله بيعطيكم فضله إن شاء الله. اخي غني مش هتسوي الان والله الان برمي بهذه شبك ايوه ربطتها بحجر والان رجمت الحبل هذا ايوه صليت يا مصلي على النبي صلي على النبي النبي حبيت يا مصلي على النبي يا مصلي على النبي دوله في الليل يا مصلي على النبي يا مصلي على النبي ذكر النبي حبيت يا مصلي على النبي يا مصلي على النبي صليت ولا من الليل يا مصلي على النبي اللهم صلي وسلم عليه. ما شاء الله ما شاء الله ايوه شوف 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 عادوا حي شوفه ايوه عادوا حي انتوا الان تشكو من كثره اصطياد الاسماك الصغيره او كيف؟ لا الشبك هذه نحن نشتكي من اشياء كثيره يعني اولا هي كلها وسائل دخلت حديثه علينا وفيها خراب ودمار وفيها يحصل فائدة صياد منها لكن خلاص لما الناس كلها تشتغل تدخل حالها ثانيا نحن الصيادين رغم أننا حسب ما شفت الشاطئ عندنا شاطئ مفتوح معرض للهواء للضربات من هنا ومن هنا والصيادين يبغوا أبسط وسيلة لهم لأنهم المنتجين ثروة سمكية بالأسماك هم اليوتيوب أقل شيء لسان بحري ثانيا كابوي يعني بوي زي حق الشركة هذه تكون في عرض البحر يعني لو حطيتها لمدة شهرين ثلاثة شهور يكون الصيد تحتها الصيادي حيقدر يصطاد من تحت هذه البوية بسهولة شركات تسوي هذا بس عندنا نحن لا شركات ولا ذروة ما حد سوي ما في اهتمام بالصياد بهذه الوسيلة ولا أبسط الوسائل الصيادة عدم وجود كاسر أمواج أو سام بحري في مخاطر للركوب الأمواج نعم نعم في مخاطر يمكن الموسم يمكن بعض الحين نحن الموسم الخريف نوقف خلاص. أنا بصراحة قررت عندكم في المسيلة إنه أبدأ رحلتي برحلة الصيد هذا وأيضا وأنا جاي في الطريق بالقرب منكم لاحظت وجود الإخوة اللي يقوموا بتربية تسموها النوبة والنحل النحالين نعم بالفعل فشفتهم على الطريق فأنا أتمنى لو أستطيع زيارتهم بعد هذه الرحلة حتى ايضا نتعرف على مساله تربيه النحل يعني بإذن الله. والعسل وجني العسل مثل ما تعرفنا على الصيد وجني السمك ان شاء الله ان شاء الله في تنوع في المسيره ان شاء الله عندما نطلع ايوه في نحال عندنا هناك موجود وعنده نحل بتطلع عنده وبي شهر ان شاء الله مشكور اخي غنيم اسعدتنا بالرحله الرائعه هذا شرفتونا بوجودكم وبهذه اللقاء ان شاء الله ونلقاكم ان شاء الله معكم ان شاء الله باذن الله حاولوا ان تجوا المسيره حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. حياكم الله. كيف الحال؟ أهلا مرحبا الحمد لله كيف حالكم؟ أخبارك؟ طيبين الحمد لله مبسوطين. شدني منظر النوب. احنا نسميه نوب، نسميه النحل، نسميه خلايا النحل، نسميه. نعم. فحبيت ان انا اول شيء اتعرف عليك.
أنا عمر المرشدي. حياك الله أخي عمر، أنت الآن هنا في المسيلة، إيش بتسوي؟ الآن في المسيلة وعند النحل، الآن عندنا مراعي يعني على السيسبانة هذا في المسيلة، ونجلس فترة على معينة مدة يعني 20 يوم، بعد 20 يوم نتحول إلى منطقة اسمها دوعن. يعني على السدر يعني العسل. يعني هذا الآن الخلايا النحل التي أمامنا، عشان قصدي تكون عندي الصورة واضحة. نعم. هذه أنتم إيش سموها أول؟ هذا اسمها نسميها الخلية. خليها. هذه خليتنا. الخلية النحل. طيب تقريبا كم يكون داخلها نحل؟ ملكة نحل. ملكة نحل. كم حولها تقريبا؟ هذا حولها عدة النحل يعني كثير. كم تقريبا؟ وصل عددها. 1000 2000. أكثر من 2000 ممكن. أكثر من 1000. أكثر من 2000. طيب. إذا خرجت الملكة خرجا معها. إذا خرجت الملكة خريا معها كلها. يغادرن. أيوه غادرن صح. طيب. هل قد حصل أن تكون أكثر من ملكة موجودة داخل الخلية؟ أي في بعض أحيان عندما يتغير الملك يعني يصير على خلاف على الملك هذا مات يسوي عدة ملوك له وبعدين كلهم يغيرهم حتى يبقى واحد بس يعني واحد. لا يستقر إلا الواحد يستقر إلا الواحد والكل يخدم الملكة الموجودة؟ والكل يخدم الملك طبعا ضربت النحلة بيدي ولا أخشى قرصة النحلة بصراحة كل يخدم الملك هذا ومجموعة تروح للموية ومجموعة تروح تجيب الأكل من الأشجار هذا وتشتغل به في الخلية في النحل مقسم إلى أجزاء يعني كل واحد في تخصصه كل واحد في تخصصه الخاص يعني الآن النحل كل واحدة تقوم بدورها تقوم بدورها سبحان الله وطبعا سبحان الله. النحل هذا ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل سورة في القرآن اسمها سورة النحل. النحل. سورة النحل وعملها دؤوب باستمرار ومنظم ومرتب نعم النحل يعني أقصد أنواع مختلفة لا مش كوظائف لا كأنواع نحل نفسها لا النوع هذا نوع واحد اللي في الخلية يعني أيوة طيب هذه الخلية كلها أيوة. أنواع واحدة نوع واحد لا نوع واحد نوع واحد نوع واحد كلها طيب أشتي أفهم الآن كيف العمل اللي بتقوموا به العمل اللي بنقوم به هذا الغطاء هو الغطاء هذا الطالعي أيوة غطاء الخلية تمام بعدين هذا برضه غطاء يعني تحت هذاك تمام أيوة هكذا طلع النوب هكذا الغطاء ما شاء الله هكذا. والمنظر ما شاء الله سبحان الله يحتاج هذا نسميه الإطارات هذا إطار وهذا أيوه؟ إطار وهذا إطار. هذا الخلية تشلها 8 إطارات إذا اكتملت يعني 8 إطارات مليان هذا النوب يمتلي النوب هذا يفرق نقسم منه نسوي له نوب ثاني خلية أخرى خلية أخرى يعني نشل واحد من هذا ولا اثنين نسوي خلية ثانية بعيد كذا حتى نسوي نوب ثاني لكن الآن هذا الخلية على 4 إطارات وهذا نطلع لك يعني هذا اسمه الإطار لا ما هذا اسمه الإطار العمل في هذا الإطار هذا العسل فوق هذا العسل نوع العسل يسويه فوق ايوه شوف الان العسل فوق الان عسل موجود فوق ايوه العسل موجود فوق وهذا تحت شويه الحلب هذا حق العسل هذا حلب يسوي منه هذا الصغير يطرح له الحاجه بصوته يقولوا له نوع من الصواب بعدين نوع الحلب الثاني اسمه يعني محلق ومروق بعدين مسح بعدين ينفض الحلب هذا ينزل نوبة زي كذا تخرج نوبة هذا الإطار زي كذا أنت ما تقرصكش النحلة الآن؟ لا يقبصني بس أنا الحين ما يقبص النوبة ذي الأيام قدك متعود عليه ما يقبص ومتعودين حتى قبصنا يعني ما يدينا مرة ما يتر عليك لا ما يتر أنا أذكر مرة قبصتني النحلة يعني شعرت بألم عجيب ما نش عارف لا لا إيش الألم هذا اللي جاء حتى قبصتك يعني سويت ألم ما يضر النحل هذا عاد في علاج هذا النحل عاد فيها العلاج نعم انا سمعت انه يستخدم يعني مخزن النحل ايوه علاج للدواء يستطبوا به طيب الان هذه الخلايا اللي شفناها والعمل الدؤوب من النحل تنتج انواع عسل مختلفه انتاج انواع العسل يعتمد على المرعى صح ولا على نسبه الاشجار المرعى طيب انتم الان بترعوها في هذا المكان هذا مراعي شجر هذا عادي يعني هذا شجر عادي مراعي مده كم تجلسوا ترعوها هذا نجلس عليه مده حوالي شهر كذا ولا 40 يوم طيب الآن 40 يوم انتهى أصدر العسل خاص أنتج عسل؟ لا ما ينتج شيء عسل هذا من المراعي كم ينتج عسله؟ هذا المراعي هو ما ينتج منه شيء عسل ينتج منه ريش حلب يسوي حلب وينزل منه ريش هذا يتكاثر الريش منه العسل ينتجه تحول على منطقة ثانية منطقة السدر هذا في دوعن وإنما شجرة ثانية اسمها السمرة عسل السمرة وعسل أشجار ممكن ثانية لكن هذا الأشجار ذي أنا عسل المراعي أنا الذي أعرف عسل المراعي أشجار ثانية بأنواع خلينا نتكلم معك عن أنواع العسل أنا أعرف إن في عسل سدر أيوه. اللي هو شجرة السدر وتقريبا هذا هو أفضل الأنواع صح؟ أفضل الأنواع وأغلاها وأغلاها بكم الكيلو تقريبا السدر الصح السدر الصح غالي يعني ممكن الكيلو على 20,000 ولا 30
يختلف يعني؟ يختلف انواع السدر برضه. نسبة وجود السدر فيه هي اللي تحكم السعر، هي اللي تحكم السعر. طيب النوع الثاني السمر. نوع السمر ممكن الدرجة الثانية، وهو اللي يستخدم كعلاج غالبا كعلاج غالي للبطن والهذا. ايوه طيب هذا هو الدرجة الثانية. الدرجة النوع الثالث مراعي، اللي هو من مختلف الزهور. من مختلف الزهور، من اشجار ثانية تقريبا. انا اعتقد المراعي من افضل انواع يعتبر الغذاء، كونه من زهور مختلفة، كغذاء للاطفال، كغذاء يستخدم على الاكل على الوجبات، يستخدم على الاكل. بس هو ما هو بدرجة يعني زي السدر والسمرة. اي بس درجة الثالثة، الثالثة واقل سعر، واقل يناسب الجميع، يناسب الجميع وهو درجة صغيرة يعني. طيب كل كم الخلية الواحدة تنتج عسل في السنة؟ كم مرة في السنة؟ يعني في السنة كثير تنتج، هو يعني النسبة الرئيسية للعسل في سنة واحدة بس، هذا النسبة الأساسية حق السدر. أيوة. على الموسم الحول غلاق السنة مرة، مرة واحدة. متى فيش من شهور موسم السدر؟ في شهر 11 12 يعني. هذا موسم الإنتاج، موسم الإنتاج، هذا الموسم الرئيسي 11 و12. أيوة 11 و12. لكن العسل بأنواع يعني، غلاق كل 40 يوم ولا 50 يوم نفرزها، هذه الخلايا يخرج منها نسبة عسل، وإنما نسبة بسيطة مراعي بسيطة يعني. الدبة تحصلها على 12,000 15,000 كذا يعني. الدبة اللي هي 7 كيلو ولا 5 لا كيلو؟ لا الدبة هذا 5 كيلو. 5 كيلو اللي يعني الآن اللي هو عسل يعتبر مرعى. مراعي هذا عادي، ممكن ثلاث خلايا سوي لك دبة. ثلاث خلايا بدبة ما شاء الله يعني. في كل يعني أستطيع أقول داخلها ثمان، ممكن الثمن هذه تجيب ثلاث دبات كل 50 يوم. ممكن تجيبه ما شاء الله تبارك الله. شيء طيب يعني، شيء طيب الحمد لله. طيب أنتوا الآن طريقة رعيكم بتتنقلوا من مكان لآخر باستمرار أو كيف؟ نتنقل إحنا الحمد لله، بالنسبة لنا نتنقل المحافظات، هذا يعني محافظة حضرموت، ونروح المهرة، نروح لما حات، نروح لما الغيضة، نروح لما حوف، كل هذه المحلات جبناها. طيب تضع النوب وتسكن بجوارها ولا بتروح؟ لا ضروري نسكن منها، احنا نسكن عند النوب، لازم من النوب اشراف على المويه حقه، واشراف على اي حاجه حقه من الحيوانات، لا تضر الحيوانات. مساله الضرر، الضرر انا اعرف ان العدو واللذوذ السلاح الفتاك بالنحل الدبور، صح؟ الدبور ايوه نعم. طيب انا الان وانا ماشي عندكم شفت عدد كبير من الدبابي. والله الدبور هذا هو مضر للنحل. وكيف بتسوي مع الدبور؟ والدبور نروح يعني نجيب له علاج، نسوي له علاج مثل السم تقضى عليه، نقيل سم ونحط له سم يعني في حاجات كذا برع، ويحط عليها وتروح هذا الدبور يحط عليه ويروح الجبل، وكلها تروح تنتهي سم يعني، نسوي له يعني ينتهي يموت، ينتهي يموت. ولو النحل هذا جهل السم اللي انتم جهزتوا له، احنا نسوي السم، السم نطرحه في نوع من الانواع النحل ما يحط عليه، زي ما السمك، زي ما حاجه يعني وسخه، هذا النوب عزيز يعني ما يحط له على الرائحه الزينه الطيبه. سبحان الله النحل نظيف. ايوه احنا عارفين شغله النوب، نحط السم اللي يحط على الدبور يعني قطعه من السمك البايخ العيف المنتهي الاشي المنتهي يحط عليها الدبور، لكن النوب ما يحط على هذا الحاجه. لذلك شوف يعني النحل في الاخير هو حشره. حشره نعم. ويعني اكرمك الله، والذبابه حشره. الذبابه حشره. لكن شوف الذبابه لو ما تقع على طعام ولا كذا كيف النفس تعافت. صح. لكن النحله لا. حتى لو سقطت داخل العصير طبيعي ما في شيء. لنظافتها. لنظافتها سبحان الله. عزيزه ونظيفه. طيب احنا الان مناطق ساحليه. هل يختلف العسل الساحلي من العسل الجبلي؟ يختلف طبعا، العسل الجبلي درجة ونسبة جودته أفضل، جودته أفضل وغالي سعره، وحق الساحل هذا درجته خفيفة شوية. الجبل يمكن صعوبة الوصول إليه، صعوبة الوصول إليه الجبل أحسن، لكن الجبال الحين يعني نادر فيها تحصل أصحاب النوبلة شوية فيها. هل طيب هل في ما زال مثل ما نسميها نقول نحل بري مثلا، يعني ما بش له ايش يسموه هذا؟ انتوا ايش تسموه هذا الصندوق؟ هذا اسمه الخليه. الخليه، خليه هذا. وفي نوع ثاني يسموه؟ في نوع ثاني اسمه الصندوق من الخشب يعني. الصندوق برضه هذا من الخشب، وهذاك من خشب خفيف يعني الصندوق. أيه. في نوع ثالث اسمه الجبوح، من اوصال الجبوح. يعني جبوح، جبح صغير كذا من شجر هذا ولا كيف؟ هذاك من الطين يسوونه، من الطين. من الطين يسوونه يحرقونه. يعني عندكم جبوح من طين، وعندكم خلايا اللي هي من الخشب. من الخشب. طيب هل في نحل مثل ما بنسميه مثلا نقول نحل، نحل بري، يعني مثلا تجي الى شجره او الى جبل والنحل متجمع مع الملك مع الملكه في مكان غير مغلق يعني غير مصندق؟ غير مصندق. موجود، موجود في الجبال هذا ممكن. هل قد جرب جنيت منه انت عسل او شيء؟ زمان يعني قبل فتره جنينا من هذا، نحصله في الجبل كذا يعني. الكمية ما شاء الله، والشباب في ايضا في عمل دؤوب واهتمام بالنحل، يعني حتى النحل يشتي عمل باستمرار. انت ايوه النحل لازم يشتي اشراف فوقه ويشتي عمل. لو ما تجني العسل افضل وقت وما يضركش فيها النحل متى؟ لو ما تاخذ عسل تبدا. أيوة. تجمع عسل. أيوة. هل في النهار، في الفجر، في المغرب، في لا العصر؟ لا هذا في أي وقت؟ في يعني ما يضر في اي وقت، الصباح في العصر ما يضر. ما تلبسوش اللبس الواقي؟ ايوه نلبس يعني، نلبس عندما يثور زحمه النوب. طيب وليش ما لبستنا واحنا بنقابل معك واحنا كذا؟ لا هذا يعني الحين يعني النوب ما عندنا، مش خايف علينا؟ لا لا ما عندكم مشكله الحين النوب ما يقوص.
الصباح كذا بدري يعني ما 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 يسوي يجي عدو قام من النوم هاي عاد بدري الصباح الجو بارد وكل شيء ولا طيب. ما يعني ما اشتغل كثير في النوب حتى يعني انعكسها يعني على حق المراعي. طيب انا ممكن ارفعها هكذا ولا بيضرني النوب؟ لا ترفعها شيء ما عندك مشكله ايش تسويها صارت في مكانها برضه هذا النوب الحين هذا الخليه اللي شلتها في مكان ثاني يتغير اتجاه لازم اتجاه يكون في موقع واحد ما شاء الله ايوه تعودها في مكانها يعني ها يعني الحين هذا الخليه اذا شلتها طرحتها في موقع ثاني قال انخبطت الخريطه حق النوب، النوب يمشي على خريطه خلاص يضيع تطرح هذا يرجع في هذا المكان سبحان الله عارف المكان. شكرا جزيلا لك ممنون لك انك جلست معنا قدمت لنا هذه المعلومات ونشوفك على خير ان شاء الله. السلام عليكم. نحن الان في منطقه القشعه بمديريه المسيله. هذه المنطقة يعني من المناطق القديمة؟ اي تعتبر المناطق الأثرية في بداية المسيرة من أقدمها. طيب هل في مثلا لو حبينا نزور معلم تاريخي أو شيء له عمره جذورها الضاربة في الزمن من باب إنه واحد يستفيد وينظر لتاريخنا يا أخي، في معانا حصون، في معانا ديار، في معانا قصور، مساجد، أربطة، كل هذه الأشياء إذا في حاجة نزورها؟ أكيد ما دام هي منطقة أثرية فهناك العديد من أبرز المعالم القديمة ومن بينها يعتبر مسجد من أقدم مساجد محافظة المهرة من أبرز معالمها. مسجد من أقدم مساجد المحافظة؟ نعم منذ مئات السنين. والله يا أخي إذا كان هكذا فأتمنى نزوره. نزوره ونتعرف على تفاصيله وعن حكايته. تمام على طول. هذا هو المسجد اللي يكلمون عنه المسجد القديم. هذا المسجد الحديث مش هو قديم؟ انت قلت لي مسجد له مئات السنين يا محمد صلي على رسول الله. والله حتى انا مستغرب مثلك. كيف مستغرب؟ انت بتقول لي اقدم مسجد في المنطقه هم يكلمون عنه مئات السنين هذا مسجد اقل يعني اتوقع عمره 15 سنه ياخذ 20 سنه يا محمد. اشتاف كانه حديث لكن هم يكلمون عنه انه في امام المسجد ممكن يعرفنا او شكلنا غلطنا في العنوان او شيء. يعني امام المسجد قالوا لك بما انه موجود ممكن نتاكد منه. انا متاكد ان احنا غلطنا في العنوان. نصير نتاكد. هذا شكله امام المسجد بيفتح ولا ايش؟ يفتح المسجد ابو عمر. ايش قلت لك؟ ايش قلت لك؟ مسجد جديد ولا لا؟ نعم تاريخ 22/2/2011 يعني انا زيدت من عندي يقول لك 20 سنه عمر 9 سنوات نتاكد من الامام بسم الله تاكد قدي لوحه يا ربي لوحه رخام ها ها شفتها دليل معك يلا خير السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف الحال اهلا وسهلا بخير ايش اخبارك الحمد لله طيبين نتعرف عليك بدر عبد الله السالم بعد بدر مديريه المسيله منطقه القشعه حياك الله امام المسجد حياك الله حياك الله يا استاذ قدام حياك الله يعني انت امام المسجد ان شاء الله هذا المسجد الحديث الجديد المتطور اللي عمره 9 سنوات صاحبي بيقول لي مسجد له مئات السنين نعم فاقصد هل بالفعل مئات السنين يعني حتى الان بنشوفه امامي ما شاء الله ايش المنظر هذا المسجد الجديد لكن القديم موجود خلفك انظر للخلف هذا هو القديم يعني هذه كانت تجديد يعني عماره يعني توسع الان مسجدين مسجدين هذا المسجد الحديث الحديث وهذا المسجد القديم القديم يعني تم تجديده صحت المعلومه والله انه صح صححت المعلومه الجميل انه مسجد القديم والمسجد طيب هذا المسجد الان جدد ولا لا يعني تم تجديده قبل 35 سنه يعني اضافه بعض الملحقات مثل ترميم الجدار والابواب والنوافذ يعني هذا بالنسبه للمسجد هذا المسجد اسمه ايش قلت لي مسجد القشعه طيب هذا المسجد سمي بهذا الاسم ليش يعني سمي مسجد ابو عباد او مسجد القديم تيجي لباني المسجد اسمه عبد الله محمد القديم سمي لهذا وسمي مسجد ابو عباد نتيجه للقاطنين المنطقه ابو عباد يعني اغلب قلت لي اسم الشيخ الذي بناه من محمد عبد الله ابو عباد محمد عبد الله ابو عباد قبل كم سنه بني تقريبا يعني حدود 700 سنه تقريبا ما شاء الله يعني فتره طويله فتره طويله 700 سنه ونتيجه الارتباطات يعني المهرب بحضرموت يعني
يعني كان التواريخ هذه كانت مجددة يعني، فتم تجديدها يعني. الشيخ الذي بنى يعني جاء من حضرموت تقريبا، وأنك بتقول لي ارتباط في ارتباط، هل هو كان لا من حضرموت؟ من حضرموت الشيخ نفسه، من حضرموت. 700 سنة عمر هذا المسجد ضارب بجذوره في أعماق التاريخ، أو أنا غلطان يا أخي؟ لا موجود، تشوف أمامك يعني. طيب أيضا المسجد هذا له شيء دور آخر غير مثلا في الجانب التعليمي؟ كان يعني يعتبر زي ما تقول يعني مسجد قديم جامع في المنطقة في العيسو بشكل عام، وكان يعني زي ما تقول رباط تعليمي يعني، غرفة تعليمية يعني، في يمكن ما نذكر هذه المكان، لكن أمامه يعني وقدام المسجد يمكن كان زي يتعاقبوا عليه كثير من الأئمة، أنه كان يعني مربط أو رباط للتعليم القرآن الكريم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأهل القرآن هم أهل الله خاصته. يعني لا احنا لابد ان نهتم بالتعليم، لابد نهتم باللغات، لا لكن في الاخير ما ننساش تعليم القران يا اخي. القران هذا يعني كلام الله سبحانه وتعالى، فدائما ان ما ذهبنا المساجد القديمه يقول لك كان في رباط، اهميه الرباط في نشر علوم الدين القران الكريم. طيب انتم الان في هذا المسجد، حفاظكم عليه، لان الان هذه خطوه تشكروا عليها، الناس غيركم المسجد الجديد خلاص ينهي المسجد القديم، يبني على انقاض. ايوه انتم ما شاء الله يعني ابقيتوا المسجد القديم، بس وان كان في شيء اتوقع ان انتم التجديد الذي قمتوا به ترميم دخلتوا باشياء جديده عليه، هل كانت ضروره ملحه بالفعل؟ يعني مثلا نقول السقف كان ساقط او شيء او كذا؟ اي لانه هو السقف كان اكثر شيء اللي معرض للسقوط يعني، وكل ما جبنا يعني مقاول او فاعل خير يعني ما يقتنع كثير كذا، لكن وجدنا السقف انه لازم يتجدد بالطريقه هذه، والطريقه القديمه يعني اللي يسموها عيدان المسيال او كذا يعني جدور، وهذه يعني صعبه جدا وغير موجوده يعني الان مع التطور، خاصه مع التطور يعني غير موجوده يعني. المسجد ما شاء الله مسجد جميل، بنشوف اعمده المسجد اعمده كثيره وكبيره، اعتقد ان كثرتها وكبرها بهذا الحجم ربما الحمل الجذوع اللي كانت فوق، هل كانت جذوع نخل، هل كانت جذوع كبيره؟ جذوع كبيره كبيره، لانه لاحظت عندكم في المناطق هنا بتستخدموا حتى جذوع النخل للسقف، يعني في ناس بيستخدموا خشب السمر من اجل الارضه، وانتم كان انتم بتستخدموا جذوع النخل لاحظت في بعض المباني. لا هذا ما كان جذوع النخل، انما كان جذوع يعني يمكن اشجار يعني كبيره يعني اشجار كبيره بشكل كبير كان يعني، فيمكن هذه كانت قواعد يعني مساعده في عمليه بقاء تماسك المسجد. لكل جانب خمسه قواعد، خمسه ركائز. سمك المسجد يعني شوف لما تجي للسمك يعني جدار. ايوه صح بالفعل، يمكن حدود متر تقريبا. ايوه متر. شوف يعني الان لو اخذت يدي انا بهذه الطريقه ووضعت هكذا يصل بالفعل متر يعني بنيان كبير مش سهل. ما شاء الله تبارك. هذه النقوش اللي في القبلة أو المحراب رائعة، بقدر ما بتأمل تاريخ المساجد وتراثها بقدر ما واجبنا أن احنا نحافظ على رسالة المساجد مهمة جدا يا أخي. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخي أن يكتب أجرك وأن يوفقكم أن تحافظوا على مثل هذه المساجد، وأن نعمر بيوت الله جميعا، وعمرانها في الأخير هو مش بالبنية، عمرانها بالصلاة والطاعة والذكر وكذا في بيوتنا، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. على العموم أنا أشكرك أستاذ بدر، تشرفنا كثيرا بالزيارة هذه الطيبة الرائعة، ونشوفك على خير إن شاء الله. إن شاء الله موفقين إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. الله يسلمك. شكرا. زيارة المسجد فاجأتني إنه عمره 700 سنة. 700 عام. لكن يا أخي للأسف التجديد. ما حافظ على كل شيء، المفترض يا اخي نكون نحافظ على مثل هذا بقى الهيكل فقط، لكن على العموم بالتوفيق ان شاء الله. المدينه جميله رائعه، والمسيله يعني تقريبا تعتبر هي المديريه المحاده الى حضرموت، البوابه الغربيه لمحافظه المهره، هي البوابه الغربيه الان. نعم. البيوت هذه يا محمد بنشوفها، هذا داخل الغرفه، هي غرفه داخليه، هذه من البيوت المتضرره من سيول لبنان، الفيضان اللي حصل. نعم الفيضان اجتاح هذه المنطقة بأكملها السيول. الله. طيب الناس اللي كانوا مساكنين في هذه البيوت ايش مصيرهم؟ يعني تضرروا هكذا اضرار وكذا وحصل لهم هذه الكارثة، ايش اللي حصل لهم يعني؟ حصل لهم الان بعد الكارثة بجهود سواء كان من السلطة او من المنظمات المثمة فحولوهم الى مخيمات خاصة بهم، لكن للأسف. ايش للأسف يعني؟ عاد في أسف غير هذا؟ شوف بنفسك أفضل. الله يستر.
هذا المكان أخي عماد اللي قلت لك عليه للأسف وسكت. المكان خالي كأن النيران أكلته. فهل للأسف أنك بتتأسف يعني أن النيران أنهته أو كيف؟ نعم، هذا النيران أنهت هذا المخيم، كان كسكن مؤقت للمتضررين من أعصار الربان. يعني البيوت اللي كنا عندها اللي خربت بالسيول سكنوا هنا؟ سكنوا هنا بعد مرحلة الهدم. أيه؟ ولكن لظروف الحريق يعني شاءت الأقدار أن ينحرق هذا المخيم، فهم الآن عزفوا عن هذا المكان وانتقلوا إلى المدارس كسكن مؤقت. سكن يعني الآن هذا بالفعل منتهي أصلاً، بس ألاحظ أنه كان في دورات مياه، يعني المكان كان شبه مجهز. نعم، لكن مع اشتعال النيران انتهى أصبح. نعم، كان مجهز من قبل المنظمات، من قبل السلطة المحلية، ما قصروا وكونوا لهم هذا المخيم، والآن هم في المدارس. الآن طيب هم في المدارس. إلى متى في المدارس؟ لكن إن شاء الله راح نبشرك أنه هناك مبادرة شبابية أطلقها جميع أبناء المهرب بمشاركتهم، سواء كان بداعمين، سلطة، مكونات مجتمع مدني، ناشطين، فعملوا مبادرة شبابية لبناء منازل للمتضررين من أعصار لبان. إن شاء الله أن المبادرة هذه تخرج للنور بإذن الله. ما شاء الله خرجت للنور وممكن نشوفها عن قرب. يعني جاهزة الآن إن شاء الله؟ جاهزة في مرحلة النهائية. نزورها نشوفها نتعرف عليها. هذه البيوت اللي كلمتني الآن عليها، اللي قلت لي تم بنائها وتجهيزها للمتضررين. نعم. الحالة المدارية اللي حصلت حق البان هذه في أي عام؟ في منتصف أكتوبر 2018. 2018 يعني. نعم. تقريبا قبل سنتين تماما. نعم، ضربت محافظة المهرة جميعها، في بعض مناطق تضررت أكثر، يعني ضمنها مديرية المسيلة. المسيلة تضررت. نعم. فجاءت هذا الآن كتعويض للناس، هل جاءت بجهود حكومية أو شعبية أو كيف؟ هذه انطلقت بداية كمبادرة شبابية أطلقها الشاعر صدام سعد كدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها الجميع، رجال أعمال، داعمين، مؤسسات، داعمين حتى من خارج اليمن، أيضا تعاون السلطات سواء كانت بالمحافظة أو بالمديرية، بمديرية المسيلة، فكان التعاون مشترك. يعني اللي وضع البذرة الأولى الشاعر صدام سعد كدة. سعد كدة ها؟ نعم. طيب الأخ صدام هذا وجه نداء أو كيف يعني؟ نعم، عمل بداية عمله كحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك، سناب شات. يعني الآن عبر الفيسبوك؟ عبر الفيسبوك بدأت الحملة والواتساب والسناب شات، فتفاعل الجميع معها، فجسدت كل معاني التكافل والحب والتعاون والإيثار بين أبناء المهرة لمساعدة أخوانهم المتضررين. يعني شيء تقنعني الآن، قلت لي البيوت هذه كلها تقريبا كم بيت؟ حوالي 80 منزل. أن 80 منزل هذه بمبادرة هكذا؟ نعم. تم دعوة الناس عن طريق الفيسبوك وتفاعلوا؟ نعم، في تفاعل في فترة. تتكلم أنت الآن على مئات الملايين موجودة أمامك. نعم، المشروع هو يمكن تكلفة فقط شراء المنازل استيرادها من الصين، اتفاق مع مصنع، كلفت حوالي 1,200,000 ريال سعودي. 1,200,000 ريال سعودي استيراد 80 منزل من الصين استوردت جاهزة. نعم، هذه فقط، غير هذا الآن اللي هو بالجهد اللي دعا إليه أو بالمبادرة اللي دعا إليها الأخ صدام. نعم. واستجابوا لدعوتها الناس. طيب جهد السلطة، السلطات المحلية، الحكومة، الدولة. نعم، السلطة كان لها دور كبير وإلى حد الآن، فالسلطة المحلية سواء كانت في المدينة أو المحافظة كانت من أوائل الداعمين والسباقين لمثل هذه الأمور. ففي الفترة أول ما تم شراء المنازل أعفت السلطة المحلية المنازل من الضرائب أو الجمارك للدخول، أيضا قامت بإيجاد خاصة في المديرية بإيجاد مخطط سكني. تمام. للمنازل، وأيضا أعطتهم مساحات خلف كل منزل للمتضررين، بحيث مستقبلا كل واحد يبني له بيته بالطريقة اللي يريدها. يعني الأرض منح من السلطة الآن؟ منح من السلطة. أيضا السلطة المحلية بالمحافظة تكفلت بإيجاد شبكة، سواء كان الصرف الصحي، شبكة الكهرباء، شبكة المياه إدخالها، فالسلطة المحلية تكفلت فيها. طيب الآن يعني الصدق المنظر اللي أنا شفته أنا وأنت، الناس المتضررين يعني ما زالوا الآن
يتمنون السكنة في البيوت هذا ويحلوا في ديار تأويهم من حرارة الشمس وتظللهم من أشعتها، ليش ما قد سكنوا إلى الآن؟ المشروع الآن وصل إلى مرحلة شبه الانتهاء، وصل يمكن حوالي 70 أو 75% من المشروع، وفي خلال الفترة القريبة القادمة يمكن أن ينتهي المشروع ويتم دخول الناس للسكن في هذه المنطقة. وإحنا بنتجول خلال البيوت شعرت أن في ترتيب، في تنظيم، قطع أراضي متساوية، حتى الشوارع عريضة جدا، وهذا شيء يوحي بالفعل أنه السلطة قدمت جهد طيب ومشكورة عليه، ولكن يظل صاحب البذرة الأولى اللي يستحق نوجه له كلمة شكر وتقدير، الأخ صدام كده، وأيضا مع جميع اللي تفاعلوا معه واستجابوا لدعوته وساهموا، ونحن بحاجة لمثل هذه المبادرات، المبادرات في المهرة أو في غير المهرة. اليمن تبنى بأيدي أبنائها. نعم، أبناء الوطن هم من سيبنوا هذا الوطن إن شاء الله، وهذا يعتبر من أبرز النماذج في محافظة المهرة والجمهورية اليمنية، فهذه مبادرة كبيرة جدا ونتمنى أن يحدو حدوها الجميع. لو ندخل مثلا واحد من البيوت نشوفه، نشوف تفاصيل البيوت نتعرف عليه. إذن البيت الواحد غرفتين، حمام، مطبخ، وصالة كبيرة. بالقرب منا منطقة تمنون، فيها شجرة قديمة تعتبر ملتقى لأفراحهم ومناسباتهم اجتماعاتهم القبلية، أيضا تعتبر كاستراحة ومنتنزه للقوافل التجارية القادمة من الشرق والغرب. غريب أنك تقول لي شجرة عندها الأفراح والعراس، هذه ما قد سمعت بها يعني. نعم، هذه تقع على ساحل منطقة ثمنون، وتعتبر من أبرز الأشجار في مدينة المسيلة ومحافظة المهرة، ولها مكانة خاصة عند ساكنيها. هي قريبة مننا الآن لو رحنا نشوفها؟ نعم، حوالي مسافة حوالي 20 دقيقة بالسيارة. 20 دقيقة بالسيارة، نمشي نشوفها ونتعرف عليها. يعني هذه الشجرة التي لها قصة وتاريخ والتي كلمت عليها قبل، اللي كلمتني عليها أول ما خرجنا من عند حق المبادرة، ها؟ نعم، هذه الشجرة التي كلمتك عنها تعتبر من أبرز الأماكن في ساحل المسيلة. أنا كنت أعتقد أنها شجرة يعني لوحدها في مكان، بس هذا حولها أشجار كثيرة، إيش هذا الأشجار؟ هذه أشجار سيسبان في الفترة الأخيرة اجتاحت محافظة المهرة وبكثافة، وهي شجرة تعتبر آفة في الوقت الحالي. ها، فكانت هذه الشجرة من الأشجار القليلة الموجودة في الساحل، وهذه من ضمنها. طيب كونها آفة، ليش ما فيش مبادرات للتخلص منها؟ أو في مبادرات، لكن للأسف اجتاحت بشكل كبير خاصة بعد مخلفات السيول، فظهرت بشكل كبير، وفي مبادرات تقام بها فترة أخرى، لكن إن شاء الله نعمل من الشباب وكافة الشرائح والمنظمات المجتمع المدني والسلطة أن تحاربها بشكل أكبر وأوسع. طيب الشجرة هذا الآن اسمها إيش اللي كلمتني هذا؟ هذه العريضة. اسمها إيش؟ العريضة. العريضة، ها. العريضة هي تعتبر في منطقة ثمنون. منطقة؟ ثمنون. ثمنون، هذه المنطقة ثمنون تتبع نفس، إحنا في المسيلة الآن. نعم، مسيلة الساحل. مناطق مديرية مديرية المسيلة. ما شاء الله. واضح عليها. اسم الشجرة يسموه شجرة ثمنون. واضح عليها أنها شجرة قديمة. هذه الشجرة بحسب آخر الروايات يقولوا أنه أقل عمر لها يتجاوز 300 عام. أكثر من 300 سنة؟ أكثر من 300 سنة. هذا التاريخ المعروف لحد الآن، هي أقل فترة 300 عام. طيب ليش يعني أنت بتقول لي أن لها تاريخ وكذا؟ إيش التاريخ؟ إيش القصة؟ إيش قصة الشجرة؟ لها قصة أن هذه الشجرة أو هذا الغصن الجذع جامع السيول من وادي المسيلة إلى ساحل مناطق منطقة ثمنون، فأخذوها أربعة ناس. يعني الشجرة جاءت مع سيل. مع سيل، أيوة. وجاءت على الساحل، فأخذوها أربعة من ثلاثة سيفيين وواحد كثيري، وحملوها إلى هذا الموقع، فغرسوها، ومرت يوم يومين ثلاثة أيام بدأت تنبت أغصانها، فأعادوها للبير وقاموا بسقيها بالماء، وتعتبر من أكبر الأشجار في ساحل المسيلة. يعني أنتوا الآن سبب القصة أو التاريخ أو كذا بسبب أنهم وجدوها في سيل.
وجدوها في سيله على الساحل واخذوها الى هذا المكان. والحاجه الغريبه انه مجرد ما وضعوها رغم ان عباره عن جذع شجره نبتت على طول. نبتت على طول، وايضا تعتبر هي من رموز خاصه ابناء ومناطق الساحل المسيله، كونها تعتبر من مناطق التقاهم، مناطق افراحهم، مناسباتهم، ايضا اجتماعاتهم. ما فيش بيوت الان حولها بنشوف كيف يعني؟ كان في السابق البيوت قله، يعني كان يتخذوها مكان للمناسبات، المناسبات والافراح بحكم ظلها الواسع. ايضا هناك الاجتماعات القبليه، الاعراف، الصلح، يكون في هذا المكان، يعتبر كملتقى. ايضا للقوافل التجاريه التي تاتي من الشرق ومن الغرب، فتعتبر مستقر لهم ومرحله استراحه لهم. اعرف ان الاشجار الناس من اجل مثلا ثمارها او تستخدم يعني كظل او حطاب او يستخدم خشبها مثلا في البنيان في السفن الان في وغيرها، لكن الان تفاجأت تقول لي انها كانت مكان الافراح والمناسبات والجلسات والاجتماعات. هذه اول مره اعرفها عن شجره. لها مكانه مميزه عند ابناء المسيله، ولها العديد من القصص والتي كان يتغنوا بها ابناء المسيله، ولها مواقع وشواهد كثيره في هذا المكان. طيب المسيله هل فيها يعني الان انا لاحظ الرمل، يعني هل فيها أماكن أراضي زراعية خصبة للزراعة؟ أكيد تعتبر المسيلة من أكثر المساحات وأكبر مساحات في محافظة المهرة زراعة، وهي أرض خصبة مهيئة للزراعة، فهناك العديد من المزارع والمزارعين يعتبروا في أكثرهم في هذه المدينة. الجلوس مع المزارعين رائع. نعم له. ليش ما نروح نجلس مع مزارع ونسولف في مزرعته ونشوف كيف بيسوي؟ أكيد بنتعرف على الزراعة وعلى هزيجهم وعلى ممارستهم للزراعة، فهذا شيء يعتبر لابد أن تدخل المسيلة لابد تزور مزارعها. ولا بد أن محمد يقودني. تفضل. هي والله مزرعة جميلة مثل ما قلت لك يا محمد، وشكلها شوف المزارع كانه بيشتغل، بس كانه في ساقية الماء بيشتغل. في ساقية الماء يجهزها يمكن بيفك الماء بعد. يا عوين يا عوين يا عوي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ والله مرتاح. ايش اخبارك؟ ما شاء الله ما شاء الله. ايش بتسوي؟ نفك الماء، نقحر المعادي وفك الماء. ها يعني انت الان بتنظف مكان ال بنظف وبفك الماء عشان لو ما تسقيه الزرع. يسقي الزرع. يا سلام. الزرع. اسمك يا والد؟ احمد عوض عقيل. حياك يا عم احمد. حياك. ما شاء الله عليك. طيب زرع. ايش كنت تقول وانت بتشتغل؟ ايش كنت تقول؟ ايش الكلام اللي كنت تقوله؟ انه نقصد ايوه انه يا شيله وجه الهزيج حق الهزيج الزراعيه باللهجه المهريه ولا العربيه دي باللغه العربيه بعض المهريه. ها طيب الان هذا الان المزرعه اللي احنا فيها ما شاء الله مزرعه كبيره، لو سالتك عن نوع الشجر هذا، الشجر هذا ايش اسمه؟ ليش يرني عنها زيتون نقول له وبيدان. انتم تسموه هذا زيتون؟ ايه زيتون نقول له. طيب احنا اقول لك حاجه، احنا ما بنسميش هذا زيتون، احنا نسميه جوافه. انتم تسموه هنا زيتون؟ زيتون نقول له. طيب في كل ثمره الجوافه هذه كم مره في السنه؟ هل بيجيب الشجره بتجيب مره ولا مرتين؟ لا مرة واحدة بس. مرة واحدة فقط. طيب بيدري ثاني مرة يقوم ده حقها. شوف الحين اللي يخلص تقوم الزهر حقها. الزهر حقها يعني في السنة مرة واحدة يجي. طيب المزرعة هذه ما شاء الله الكبيرة والحلوة والمرتبة الخضراء الرائعة بالجهد الطيب يا شباب. أسألك عنها أنا الآن، إيش أنواع الزراعة الموجودة فيها؟ نزرع الشيء، نزرع الزيتون على قول بيدان، الرقي، البطيخ، شمام، طماطم، كل شيء، وزايد لنا بطين دي ورهوب بين حق الغنم. وفيها ايضا نخيل فيها. خلينا شفت انا النخلة لفتتني، شوف لو تلاحظ النخلة لها طلع نضيد. يا سلام هكذا قال الله. شوف الان بدات بنلاحظ الثمره فيها، ثمره التمر. الحين خلاص التمر حق يروح. طيب هذاك ايش الاصفر؟ هو التمر خلاص الحين ماشي، نقطعها ويد عنها ما قطعناها. ها يعني بتقطعوها الان؟ نقطعها خلاص الحين التمر قطعوه وشلوه خلوه يابس. ايوه يجففوه. يجففوه. يعني الان تقطعوا هذا وتجففوه وكذا عشان يكون جاهز للاكل، صح ولا لا؟ هذه قبل يسموها في المهري لما يكون مصفي يسموها بقلات. بقلات؟ بقلات اي، ولما يكون مثل يجففوه
او يكون قد مسود شوي يسموه بسوقت نجبسها هذه باللغه المهريه بعدين يجفوه تمر بلغتكم المهريه الحلوه هذا نعم اللغه المهريه ايوه طيب التمر عندكم هنا كيف يعني اقول لك نوعيته نوعيه التمر كيف نوعيه ممتازه حلوه ولا كيف ممتازه قاعد اسود ممتاز بالرحه ونلقيه صلحه خليه وش يعني تبيعوه نقصه ونطرحها مثل الهدي ونجبسها تطلع وش تمر وبغى كده من النخله يقدر يطلع استاكل من النخله استاكل النخله رطب احسن تاكل المزرعه الجميله هذا تبعك ولا تبع من محسن سالم بعباد الشيخ محسن سالم بعباد الشيخ سالم بعباد من ابرز وجهات مديريه المسيله شخصيه اجتماعيه وايضا مزرعه من افضل مزارع طيب وانت ايش بتسوي هنا الان يعني بتساعدوهم ولا كيف بساعدهم لينا هنا وكل شيء نشوفك على خير يا محمد اياهم لك كل شيء يلا يلا السلام الله على خير عفوا الله يعافيك الله يعافيك الله يعافيك اسلم الله يبارك الله يعافيك زيارة المزرعة اعتقد انها انسب ما يكون ان تكون ختام رحلتي في المسيلة مزرعة جميلة لكن لابد ان نزور مزرعة اخرى لا لا نكتفي بزيارتها وقدوا ختاما لابد نزور لنا الاخ غنيم الح علي اني اجيبك معي واعد لك مفاجاه غنيم اللي اخذنا رحله الصيد نعم غنيم السيفي ايش من مفاجاه مفاجاه لابد انك تشوفها بنفسك افضل والله يا اخي مش عارف ايش اقول لك لكن لابد ان ما دام دعانا لابد ان نلبي الدعوه نشوف غنيم ان شاء الله مفاجاه حلوه باذن الله ان شاء الله تسرت المفاجاه الله يحييك شرفتونا انتم الشرف قدمنا لكم رمادي عن رقصه شعبيه متواجده عندنا في بديره المسيله وهي المحموش هذه الرقصه تؤدى متى في اعراس او كيف تؤدى في الاعراس هذه الرقصه وانا اقول محمد بين اساله اول مره ما يعطينيش خبر لانه كلام في البدايه قال لي انا بس اشتك تجي معي البستان ايش من بستان قال بستان بيعجبك فيه له اشجار حلوه ونباتات ومنظر جميل فجيت لابد نفاجئك مفاجاه لابد انا تواصلت مع الاخ محمد عشان يتواجد معنا هنا يكون يشوف يخط طابع عند هذا الموروث الشعبي اللي عندنا
وحياكم الله. نحترم كل موروث شعبي وما شاء الله تبارك الله موروثكم الشعبي من الموروثات الشعبية اللي تحترموها ونحترمها ونقدرها. أي خدمات لك؟ السلام وحياكم الله ضيفكم. فين ضيفنا؟ ضيافة جاية. لا لا خلاص الله يرضاك. ضيافة موجودة. ما دام دخلت المسيلة أكيد الضيافة. أنتوا ضيافة يا شباب. إيش من ضيافة؟ ضيافة موجودة. لابد اليوم مفاجأة. ما دام دخلتوا المسيلة أن حتى ولو قليل من الفجات يعني ولو ما قدمنا كثير. إذا خلاص يعني ناكل وإحنا واقفين كذا سريع ونمشي ولا؟ لا ما دام قلتكم متواجدين حياكم الله على رحب الساعة. والناس ابناء المسيلة محافظين على عادات. لا والله هذا الاكل ما ينفعش احنا واقفين يعني هذا ينفع واحنا جالسين. حياكم الله. هذه وجبه شكلها متكامله. حياكم الله. هذه الجفنه. ايش؟ لا 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 اسمها ايش؟ تعال اشرح لي على واحده وواحده عشان افهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قلت لي اسمها ايش يا استاذ؟ اسمها هذه الجفنه. ياكلوها هكذا بالاصابع ولا بملعقه؟ بالاصابع ياكلوها ويحطها في السمسم او في الدهن او في العسل اللي تبيه. بسم الله. ما خليني جلسين الان يعني هذه اذوقها مع العسل صح؟ وشينا. ايوه يا سلام. انتبه قدك محمد ذوق. انت ضيف تذوق اول شيء. ذوق هذه جفنه. وين العسل لك؟ هذا حقي العسل. وانا اخذ. وهذه قلت لي الأكلة مشهورة عندكم هنا؟ مشهورة أكلة عندنا يعني لو جاك الضيف تكرمه يعني تحس أنها تقارن بذبيحة. تقوم قارن بذبيحة. نعم. ما شاء الله. هذه الجفنة. كيف المذاق؟ والله لذيذة. حلوة ما شاء الله. أنا وعافية. لذيذة بالذات مع العسل. سيل حريصون على مع العسل. مع العسل ما شاء الله. طيب ممكن أذوق الثانية؟ أذوق الثانية. يعني أسوي كذا؟ هذه الجحينة. وهذه الجحينة. هذه أكثر شيء يحطوها مع الفطور. مع الفطور هذه يحطوها او انسان مريض يتقدم له شيء هذه منها. اي مصلحه من ايش؟ هذه مصلحه من الذره. من الذره بسم الله الرحمن الرحيم. مع السمسم او مع الدهن او مع تحط لها سكر. هذه مع السمسم. ايوه اذا بتحط لها سكر هذا. اضافه لها السكر. ايوه كم تحط عسل؟ العسل ما في هذا قد العسل عسل قد. لا الله المستعان نضحك معك. محمد ذوق. انت الاول. جميله ما اكلت؟ ذوق هذا. لا ناكل على واحد واحد ولا كيف؟ الاكلات الشعبيه هذه ما اشمل. طيب وانت؟ الحمد لله. كيف الحمد لله؟ اهم شيء الضيف. بعدين ان شاء الله هذا يكفيني ويكفي كل اللي معي. المهم. طيب. على كل حال. جفنه. أيوة. وهذه جحينه. جحينه. نقرب العصيده. وهذه العصيده. احنا عندنا العصيد في صنعاء مش بهذه الطريقه. لكن نجرب العصيد، هذا من ايش معجون؟ هذه من الدقيق. ها الطحين هذه الطحين. ايوه دقيق وهذا ايش؟ وهذا دهن وهذا عسل فيه. عسل. واذا بتحط سمسم فيه مكانه يصلح مع اي شيء. مع العسل والسمسم. ايوه هذه العصيده. يا اخي العصيده كان فيها تمر ولا شيء. هذه سر المهنه. بس لذيذه والله. والله اني طيبه جدا بصراحه ما شاء الله. الحمد لله. يا بنات هتاكلين معانا؟ بعد ما ياكل الضيف ان شاء الله تاكل. لا عياكلين. بالهنا والعافيه. ما شاء الله. وبجوارنا اشجار البيدان. ونحن في هذا المكان الجميل وامامي الجفنه. والجحينة والعصيدة والأيش والبقط. والبقط اسمح لي أن أحط الرحال وأنهي رحلتي هذه الليلة. أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.